أهلا بكم مشاهدينا، وهذه النافذة الرياضية الجديدة نبدأها معكم بحلم 90 مليون مصري، حلم التصفيات، حلم كأس العالم مع منتخب مصر، حيث قال أو لمباراته المهمة. وصل المنتخب الوطني استعداداته لمباراته المهمة أمام منتخب الكونغو ضمن الجولة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة الأفريقية الخامسة لكأس العالم المقرر إقامتها الأحد المقبل بإستاد الجيش في برج العرب، حيث أدى المنتخب ميرانه لمدة 90 دقيقة بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء حسام عاشور وكهربا اللذين خاضا ميرانا فرديا، بينما أدى محمد صلاح وعبد الله سعيد ومصطفى فتحي تدريبات استشفائية. حضر الميران هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وكرم كردي عضو مجلس الإدارة وعامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية. قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة صرف مكافأة الفوز على أوغندا في الجولة الرابعة من التصفيات، تصفيات المونديال، قدرها 16,000 جنيه لكل لاعب مساء يوم السبت المقبل، أي قبل 24 ساعة من مواجهة الكونغو، ذلك تحفيزا للاعبين قبل المباراة لتحقيق الفوز في هذه المباراة المرتقبة. ويعقد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة مع اللاعبين مساء السبت لتحفيزهم كما هو معتاد ليلة كل مباراة على أن يتم صرف المكافأة بعدها. يذكر أن مجلس الجبلية بالكامل سيتوجه غدا إلى الإسكندرية من أجل دعم المنتخب والجهاز الفني في التدريبات حتى موعد اللقاء. قال عبد الله سعيد لاعب وسط النادي الأهلي أن المنتخب الوطني على قلب رجل واحد في مباراة الكونغو المصيرية، وأضاف سعيد أنه سواء شارك أم لم يشارك في اللقاء فإنه سيقدم الدعم للاعبين طوال المعسكر الجاري في المباراة حتى يتمكنوا من تحقيق الفوز على الكونغو والاقتراب من تحقيق حلم المونديال. يعني طبعا يعني لو الواحد هيقدر يضيف في اي حاجه مش لازم اللعب بس، يعني حتى لو تبقى موجود ويعني الناس حاسه بيك. طبعا احنا مجموعه بقى لنا فتره طويله مع بعض، اللعيبه طبعا كلها كانت بتكلمني وبتطمن عليا ويا ترى ابقى موجود وكده، وانا كنت يعني بتمنى ان انا ابقى موجود فعلا، يعني سواء هلعب او مش هلعب بتمنى ان انا ابقى لو هقدر اضيف اي حاجه يعني اقدر ابقى موجود، احس بروح اللعيبه يحسوا بروح مع بعض. فطبعا ده يعني دي حاجه مهمه بالنسبه ليا، فانا بتمنى ان شاء الله ان يعني الروح بتاعتنا دي كلها ان شاء الله تبقى يعني لينا خير ان شاء الله كده حاجه كويسه، فان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله الماتش الجاي بتبقى زي ما بقول لك بالروح دي بالاثار ده يبقى في حاجه كويسه وربنا يكرمنا ان شاء الله ونفرح شعب كامل باذن الله. وأضاف سعيد أنه يتمنى أن تظل الجماهير مساندة للفراعنة قبل وبعد المباراة، مؤكدا أنهم يخوضون كل مباريات من أجل إسعاد الجمهور الذي يقف خلفهم باستمرار، وأتمنى أن يكون يوم الأحد يوم عيد للكرة المصرية. والله طبعا بشكر الناس كلها طبعا يعني اللي بتساندني ويعني كانت بتطمن عليا ويعني طبعا بتمنى طبعا ان انا دايما ابقى يعني عند حسن ظن الناس واقدم حاجه كويسه وبتمنى ان شاء الله ان الناس كلها زي ما قلت لك تبقى مسانده كده بشكل قوي للفرقه في الماتش مهم زي ده، وان شاء الله انا حاسس حتى بالناس بتكلمني يعني الناس كلها عايزه تبقى يعني تبقى موجوده وعايزه تبقى بتساند وعايزه تفرح، فنتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى في حاجه كويسه باذن الله. كما اكد مؤمن زكريا لاعب المنتخب الوطني انه لم يفقد امل العوده مره اخرى لصفوف منتخب مصر، وشدد زكريا على ان مباراه الكونغو ليست بالسهله كما يتصور البعض، مشيرا الى اهميه تحقيق الفوز ومواصله مشوارنا من اجل التاهل لكاس العالم. يعني ثقة من جهاز الفني لوحدي متواجد المعسكر ده ماتش مهم
حلم ال 90 مليون بيتمنوه، فالواحد ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نحقق ال 90 مليون ونقدر نصعد كاس عالم وربنا يكرمنا وان شاء الله نبقى على قد المسؤوليه كلعيبه وجهاز فني ونفرح الشعب المصري باذن الله. حلم يعني انا كان عندي سنتين لما كان مصر بتلعب كاس العالم، فاكيد اتمنى التوفيق لمنتخب بلدي قبل ما اكون لعيب ولا اي حاجه، اكون مشجع لمنتخب بلدي ان انا متواجد في كاس العالم، اقدر اشوف كاس العالم، ان انا ابقى موجود حتى لو مع منتخب بلدي، ان انا موجود شرف ليا لو قدر الله ان شاء الله لما فيش حاجه اكون مشجع لبلدي وسنيدها. طبعا كنت فتره فاتت مسنيده مع اتصال بيهم على كل اللعيبه ونقدر نحقق باذن الله الحلم ان شاء الله. اي حد بيتمنى ان هو يمثل منتخب بلده ده شرف لاي حد، لو جبت اي حد في شارع ان هو بس يلبس شيرت منتخب مصر او الحاجه دي، فالواحد بيتمناها والواحد بيجتهد مع ناديه، والحمد لله يعني الواحد كان فتره بعيده قدر ان هو يرجع تاني الفتره دي منتخب، وان شاء الله اكون عند ثقه حزن الجهاز الفني واللعيبه مجلس إدارة اتحاد الكورة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا نروح كأس العالم بإذن الله. حرص الغاني جون أنطوي مهاجم الأهلي والمعار هذا الموسم لصفوف مصر المقاصة، حرص على نشر صورة له خلال المشاركة في تدريبات منتخب بلاده استعدادا لمواجهة أوغندا السبت المقبل في إطار مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. ونشر أنطوي صورته عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، كتب أنه وقت التواجد مع الوطن الأم. وكان كواسي أبيا المدير الفني لمنتخب غانا قد استدعى أنطوي لمواجهة أوغندا في ظل رغبته ببناء فريق قوي للنجوم السوداء. وأكد لاعب الأهلي أن السابق أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز على أوغندا والحفاظ على فرص منتخب بلاده لبلوغ روسيا. أعلن مركز التسوية وفض المنازعات أعلن رفض الدعوة المقدمة من جانب النادي الأهلي للتظلم من قرار اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بإلغاء جمعيته العمومية. وقرر المركز اعتماد اللائحة الاسترشادية لائحة رسمية للنادي الأهلي. وأعلن المركز أنه بعد مناقشة القضية من جميع الجوانب والجهات تأكد أن النادي الأهلي أخطأ في الإجراءات بالدعوة للجمعية العمومية الخاصة، وبالتالي تقرر تطبيق اللائحة الاسترشادية عليه بشكل رسمي. وتشكلت هيئة المحكمة التي ناقشت القضية من المستشار الدكتور فتح المصري العربي نائب رئيس محكمة النقد، والمستشار حسن أبو الوفاء رئيس محكمة جناية القاهرة، والمستشار هشام أبو عالم نائب رئيس محكمة النقد. أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أنه سعيد بالأنباء التي تتردد حول إمكانية لحاق عبد الله السعيد لاعب الفريق بمباراة مصر مع الكونغو يوم الأحد بالجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا. وقال البدري أنه أو أن الأهلي لم يجري أشعة للسعيد بعد إصابته في لقاء النجم الساحلي التونسي، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. كل ما يعلمه الجهاز الفني للفريق الأحمر أن لاعب مصاب في العضلة الخلفية ولا يعلم أحد مدى قوتها، بالتالي فإن فترة غيابه لم يتم تحديدها. وأتمنى مدرب القلعة الحمراء أن يلحق السعيد بلقاء المنتخب مع الكونغو وأن يكون جاهزا تماما، خاصة أنه من العناصر التي لا غنى عنها، مؤكدا أن لحاقه بمواجهة الأحد أو الأحد يعد بشرى خير للأهلي قبل مباراة الإياب أمام النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا. قام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بزيارة لنادي النجم الساحلي بمدينة سوسة، مستغلا دعوته من جانب رجال الأعمال لتدشين منشآت اقتصادية بالمدينة التي تقع شرق العاصمة التونسية. وأشاد السبسي بمستوى النجم الساحلي وفوزه الأخير في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا ثقته في قدرة الفريق على تكرار انتصاره على الأهلي في مباراة الإياب بملعب برج العرب في الأسكندرية والصعود إلى المباراة النهائية. أجل المدير الفني المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش أجل انضمام محمد إبراهيم
صانع ألعاب الفريق لمعسكر الفريق الذي بدأ مساء أمس الأربعاء في التجمع الخامس. وجاء قرار نيبوشا بسبب عدم اكتمال جاهزية اللاعب، وكلف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بقيادة تدريبات اللاعب التأهيلية بملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء. وقد يلحق صانع ألعاب الزمالك في الأيام الأخيرة من المعسكر إذا ما انتهى تماما من البرنامج التأهيلي، ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل وديا استعدادا لمواجهة طنطا يوم 13 من أكتوبر الجاري، وذلك في الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري. قرر اتحاد الكرة شراء 6 أطقم سماعات فرنسية للحكام خلال الفترة المقبلة بدلا من السماعات الهولندية التي تم استخدامها مؤخرا، خاصة أن معظم الحكام اشتكوا من طريقة استعمال السماعات الحالية لأنها معرضة دائما للعطل في أي توقيت أثناء المباريات. سبق لاتحاد الكرة أن اشترى 10 سماعات هولندية بتكلفة بلغت 20,000 يورو، فيما تبلغ تكلفة الطقم الفرنسي الواحد 5,000 دولار. يذكر أن اتحاد الكرة يناقش تطبيق خاصية الحكم الخامس اعتبارا من الأسبوع الخامس بالدوري، أي بعد مباراة الكونغو في تصفيات المونديال. أكد أيمن الحكيم المدير الفني لمنتخب سوريا أن فريقه رغم الصعوبات التي يمر بها سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أستراليا اليوم، وذلك في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال روسيا. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم جميعا. نقول أنه دائما نحن عم نواجه فرق بصراحة صعبة، بتعرف يعني ظروفنا وعم نلعب خارج أرضنا، لكن الحمد لله ثقتنا كبيرة بلاعبينا، ثقتنا كبيرة بجهازنا الإداري والفني. دائما نحن هالشي هذا بالحسبان، انه فريق كبير المنتخب الاسترالي نحترمه، لكن بصراحة يعني مواجهين فرق من صعوبة الفريق الاسترالي. ان شاء الله نحن بالمباراة نقدم مستوى يليق ويكمل المشوار اللي احنا اللي اجتزناه. هلا انا بقول انه نحن ما وصلنا اليه الان هو كان المهم والاهم، والان باذن الله سيكون على طريق الحلم. اذا مشاهدينا، هذه النافذة الرياضية لا تزال مستمرة فيها بعد هذا الفصل القصير. منتخب ألمانيا يواجه أيرلندا الشمالية في الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال. أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى تصفيات كأس العالم، ولكن في النسخة الأوروبية، حيث تنطلق اليوم منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات مونديال 2018 في روسيا، حيث يحل منتخب ألمانيا ضيفا على أيرلندا الشمالية، ويواجه منتخب سان مارينو نظيره النرويجي، ويلعب أذربيجان مع تشيك في المجموعة الثالثة. في المجموعة الخامسة يلتقي منتخب أرمينيا بنظيره البولندي، ويحل منتخب الدنمارك ضيفا على الجبل الأسود، فيما يستضيف رومانيا نظيره الكازاخستانية، بينما يحل منتخب سلوفينيا ضيفا على انجلترا، ويواجه مالطا نظيره ليتوانيا، ويستضيف اسكتلندا منتخب سلوفاكيا في المجموعة السابعة. فيما يلي استعراض لمباريات اليوم في الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة والخامسة والسابعة من تصفيات أوروبا لكرة القدم المؤهلة لنهائيات مونديال 2018 في روسيا.
كشفت تقارير إعلامية عن أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد يواجه خطر الغياب عن المنتخب البرتغالي أمام أندورا في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 المقرر إقامته على ساد أندورا الوطني. وأشارت شبكة تلفزيونية إلى أن رونالدو يعاني من آلام في الفخذ شعر بها خلال المران قد تتسبب في غيابه ليس فقط عن مواجهة أندورا ولكن أيضا أمام سويسرا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال. أبدى مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يوكيم لوف قلقه من النتائج الأخيرة لأندية بلاده في دوري الأبطال والدوري الأوروبي الأسبوع الماضي. وفي الموسم الماضي لم يتمكن أي فريق ألماني من بلوغ نصف النهائي في المسابقات الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 2004-2005. وحقق المنتخب الألماني 8 انتصارات متتالية في التصفيات الأوروبية يحتاج إلى نقطة من لقائه مع أيرلندا الشمالية لضمان بلوغ المونديال. بينما يحل منتخب البرازيل ضيفا على بوليفيا في الجولة 17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز السامبا بخماسية نظيفة لم تتذوق البرازيل طعم الانتصار على بوليفيا في عقر دارها منذ تصفيات كأس العالم 1982 بأسبانيا. يحتل منتخب البرازيل صدارة المجموعة برصيد 37 نقطة وتأهلت رسميا لنهائيات كأس العالم، بينما يحتل منتخب بوليفيا المركز 9 برصيد 13 نقطة. كان منتخب البرازيل قد تعادل مع كولومبيا بينما حقق بوليفيا الفوز على تشيلي في الجولة الماضية. يحل منتخب أوروغواي ضيفا على فنزويلا مساء اليوم في الجولة 17 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018. يحتل منتخب الأوروغواي المركز الثاني برصيد 27 نقطة، بينما يحتل منتخب فنزويلا المركز العاشر والأخير برصيد 8 نقاط. كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أوروغواي بثلاثية نظيفة. في مالي برنامج مباريات اليوم في المرحلة 17 قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائية كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا. إلى مشاهدين هذه النافذة الرياضية انتهت، تبقى فقط التذكرة لأبرز ما ورد فيها من عناوين. تدريبات فردية لحسام عاشور ومحمود كهربا استعدادا لمباراة الكونغو. مركز التسوية وفض المنازعات يعتمد لائحة الاسترشادية لائحة رسمية للنادي الأهلي. الأرجنتين، باراغواي وأوروغواي تتقدم بطلب مشترك لاستضافة مونديال 2030. هذه النشرة الرياضية، إلى اللقاء.